السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي، قناة ام ياسين في المطبخ. النهاردة بقى جايلكم فيديو جديد وجميل جدا جدا جدا، هعملكم فيه طاجن مكرونة بالبانيه. انا اول مرة اطلع لكم النهاردة بصوتي، بس يا رب يكون الفيديو يعجبكم. النهاردة هنعمل معاكم طاجن المكرونة بالبانيه. المقادير بتاعته: كيسين مكرونة، بصلتين، 2 فلفل، طبعا هنحط صلصة، كيلو الا ربع بانيه، يعني ده كيلو الا ربع، ممكن تحط كيلو، كيلو وربع على حسب الرغبة، بس ده اللي كان متاح معايا. دلوقتي احنا نزلنا بالبصلة وحطينا عليها البانيه، وتقلبي البانيه جدا 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 لحد ما يشرب ميته. دلوقتي بعد ما هنخلص البانيه هننزل طبعا بالفلفل، نكون مجهزين فلفل الوان، فلفل احمر واخضر، وطبعا على حسب الرغبة اللي انت عايزاه. والمكرونة طبعا بتتسلق زي ما انتوا شايفين، نص سلقة، ما بتتسلقش سلقة كاملة خالص، هي دوبك نص سلقة. والحلة في نفس الحلة اللي عملتي فيها المكرونة تعملي فيها الصلصة على طول، عشان خاطر بدل ما تطلعي حلل كتير وحلل الصلصة، حلل سلق المكرونة في الاخر برضه هتقفي وتغسلي مواعين. لا انا بحب اختصر. وبعد ما البصلة اتحمرت هننزل بمعلقة ثوم وهتقلبي. انا بحب الصلصة دايما لازم احط لها ثوم وبصل مع بعض، يعني انا مش عارفة، انا متعودة على كده بس. وتقلبي وهتنزلي بالصلصة، صلصة الطماطم، وبرضه هنحط لها صلصة. الصلصة الطماطم انا كنت جايبة كيلو عشان احنا بنحب الصلصة كتيرة في المكرونة. بس بجد الطاجن طعمه جميل قوي قوي قوي. وكده خلصنا الصلصة، هي خلصت وفي السريع على طول كل حاجة بتتنجز. تبلتيها طبعا، هتبليها فلفل اسود، كزبره، سن الكمون كده، ملح، عايزه تحط لها شوربه ميجي حط لها، بس انا حطيت لها معلقتين خل، حطيت لي الصلصه معلقتين خل بس ما جبتهاش. وكده يكون البانيه اتشرب ميته. هننزل بالفلفل الالوان وهنحط، يعني هنقلب شويه وهنضيف التوابل، فلفل، كزبره، كمون، التوابل اللي عندك هتقضي الغرض يعني. وتحطي، حطيت معاها توابل فراخ على فكره، توابل الفراخ دي جميله جدا، والملح بتاعها. ويا دوبك اول بس ما يتشرب الميه مع الفلفل هتقفلي عليها، وكده يبقى كده يبقى خلاص احنا كده خلصنا الصلصه. على فكره برضو ما خدتش وقت معايا، وأكلة في السريع بجد جميلة قوي. دي كده الصلصة، أنا بحب أشكركم على التعليقات الجميلة. والنهاردة جالي تعليق جميل قوي من خديجة، خديجة اسمها خديجة شلبي، خديجة شلبي علقت لي تعليق جميل قوي، بتقول لي قناتي الجميلة واستمري. والله خديجة انتي بجد رفعتي من معنوياتي النهاردة، مش قادرة اقولك يعني، ربنا يخليك على الكلام الجميل ده. وما تنسوش تعليقاتكو، ولو في اي نقد برضو قولوه، ولو في اي افكار جديدة عايزيني اعملها قولوها لي. واستنوني اصلا في الفيديوهات الجديدة، هعمل لكم حاجات كتيرة. على فكرة انا ما كنت بكتب، كان في المونتاج كنت بتعب جامد قوي. هنا احنا خلصنا البانيه والصلصة وكل حاجة خلصت، هنضيف الصلصة فوق المكرونة وهنقلبها. ليه احنا بنعمل الحركة دي؟ عشان خاطر المكرونة تتشرب كتير من الصلصة بس. وهتقلبيها وهتضيفها فوق الطاجن وهتقفلي الطاجن وهتدخلي الفرن يكمل بقية سوا بتاعه في الفرن، يعني يا دوبك 10 دقايق بالكتير قوي، ربع ساعة وبيطلع، ما بيأخرش عن كده. وطبعا كل الأولاد بتحب الأكلة دي، يعني المكرونة دايما مع البني بيحبوه، فأنت تشكلي لهم بقى مرة مقلي، مرة طاجن، مش لازم انك تستمر على حاجة واحدة بس.
وتحطي بقى صلصة تاني من فوق. يا رب يا رب الفيديو يعجبكم، وبحب اشكر متابعيني ومتابعيني الجدد، وما تنسوش اللايك والتعليقات. عايزاكم تدينوا تحفيز كده عشان خاطر فعلا التعليقات السلبية مش بتبقى حلوة، واحنا بجد بنتعب، يعني احنا بنتعب مش ما بنتعبش في الفيديوهات، التصوير وفي المونتاج وفي الكلام. يعني بص انا النهاردة اول يوم ليا ان اتكلم معاكم على القناة. على فكرة انا عدت الكلام دوت، لو قلت لكم مثلا 10 مرات مش هتصدقوا. حاسة اني متلجلجة، بتلخبط، بنسى الحاجة، بس هتعود يعني وكده. وانا حابة ان انا يكون ليا صحاب واصدقاء بجد، يعني ان احنا نسأل على بعض. وبجد يعني لما بلقى حد يسأل عليا في تعليق او كده انا بفرح، بفرح قوي يعني. وبإذن الله ربنا يدوم الخير ما بيننا والود. وفي حاجة يعني عايزة اقولها للقنوات، يعني مش هتخسري حاجة لما تنشري لحد مثلا على المنتدى بتاعك. يعني انا قناتي صغيرة، بس برضو يعني هي ممكن مثلا انشر لحد على المنتدى بيفرح بالحاجة دي. يعني ايه هناخد ايه يعني من الدنيا؟ لازم نفرح بعضينا. ولو انا نشرت لك وانت نشرتي لي، ودي نشرت لي دي، ودي نشرت لي دي، لازم نحب الخير لبعض. انتوا اكيد عارفين الكلام ده كله، بس انا حتة المنتدى دي الناس مصعباها جدا عندها، فاهمة؟ فاهمين؟ فيا ربي انا بجد شفت تعليقات حلوة قوي من ناس كتير نشرت لها على المنتدى. انا هفضل طول عمري انشر المنتدى كده، ومش ومن غير مقابل، هساعد على قد ما اقدر. وباذن الله خير. يعني انا بحب اي حد يكون فرحان، يعني طول ما انتوا بتبقوا فرحانين بجد، او لما بشوف حد فرحان انا ببسط. بس واستنوني بقى في مفاجآت جديدة وروتين في المطبخ وتجهيزات رمضان، وكل يوم مع بعضينا في رمضان بإذن الله. لا الشكل بتاع الأكل يعني الشكل والطعم كان روعة، الريحة بتاعته كانت جبارة زي المطاعم بالظبط. الريحة ديت اللي هي بقى مفحفحة، المكرونة طعمها فظيع بجد، طاجن تحفة. انتوا طبعا شايفين الشكل عامل ازاي، طعمه بقى كان أجمل. اتفضلوا بقى معانا، وبألف هنا وشفا، وتقدموا جنبه صلصة، هي صلصة المكرونة، الصلصة اللي احنا عملناها يعني. وتحطوا جنبيها الدقة، تقدموها جنبيها دقة. عايزين بقى مثلا بطاطس محمرة، الكلام ده كله جنبيها عادي يعني. ويا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، واستنوني بقى فيديوهات جديدة. وبإذن الله يعني هكون عند حسن ظنكم، ويا رب مفاجأة ان ظهوري في القناة ان اتكلم معاكم تكون مفاجأة كويسة. عقبال كده بإذن الله يعني ظهوري على القناة. المرة دي صوتي، المرة الجاية ظهوري في القناة. هستناكم بقى في فيديو جديد، ومع السلامة.